السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم رح نعمل معاكم أكلة كتير طيبة جبنا لكم إياها من الأردن، هي المكمورة الأردنية. رح نعملها معاكم بطريقة كتير سهلة وبسيطة، وطبعا مثل ما بتعرفوا هلأ بما أنه أحيانا العزايم بتصير طبعا كمان مناسبة للعزايم وما بتاكل وقت كتير. خلوكم معنا، تابعوا الفيديو للأخير. بالنسبة لمقادير العجينة، بالبداية أنا عندي هون كيلو طحين، طبعا متعدد الاستعمال بالنسبة للطحين. عندي كمشة سمسم محمص مثل ما شايفين، كمشة كمان من حب السودا والملح. هلا بدي أخلطهم كلاتهم مع بعض. طبعا بنحتاج للمي، المي بالنسبة للمي بده ما تكون كتير باردة ولا تكون كتير سخنة، نوعا ما بدها تكون دافية. هلا بدي انتقل للعجانة. بامكانكم كمان هاي العجينة تعجنوها على ايدكم، يعني اللي ما متوفر عنده عجانة بيعجنها على ايده. هلا بعد ما حطينا الزبدية بالماكينة بدي اشغلها وانزل ابلش المي. طبعا اول اشي بخليها تشتغل لتحرك المواد كلاتها، او بتحركوهم انتم على ايدكم، بعدين بننزل المي. بالنسبة لهاي العجينة، طبعا هي العجينة نفس عجينة الششبرك، ولكن احنا هون حطينا حبة البركة والسمسم المحمص. بالنسبة للمي، طبعا كل واحد عنده عيار مي، ولكن تقريبا راح تاكلها شي نص الكمية الطحين. بالنسبة للعجينة المكمورة بدها تكون شوي تلزق على الايد، ما تكون كتير ناشفة، بدها تكون شوي طرية. هلا هيك بلشت تلمعي، ما بعرف اذا مبين معاكم منيح. طبعا اذا بشوفها كتير طرية بزود لها رشة خفيفة من الطحين، ورديت شفتوها كتير ناشفة. طبعا احنا هون بنحط نقطة مي، لسه بدها شوية طحين. هلا بالنسبة للعجن، طبعا اقل شيء بده يكون شيء 5 دقائق نعجنها. هيك هلا خلصت معنا وصارت جاهزة، ما شايفين شلون بدها تكون؟ دبقة شوي. تمام، هلا بدي اخليها ترتاح اقل شيء ربع ساعة 20 دقيقة، اغطيها واحطها على جنب. هلا بعد ما حطينا طنجرة المي وغلت معنا، بدي انزل انا هون عندي فخاد. بامكانكم انتو اذا عندكم صدورة، هي بترجع على حسب رغبتكم. انا لانه بدي اخلي بعضمه بدي اسلقه هلا. طبعا بعد السلق رح، بعد ما هلا تغلي اول غلو غلوتين، رح تطلع زفارة الدجاج، بدي اشيلها واحط المطيبات العطرية. هلا بعد ما حطينا الطنجرة على الغاز بدنا ننزل زيت زيتون. طبعا زيت الزيتون بده يكون بكمية وفيرة، وطبعا زيت الزيتون بده يكون اصلي بكر نخب اول، ما بدي اياه يحمى كتير. بدي انزل مثل ما شايفين انا عندي هون شي كيلين بصل من الابيض والاحمر، حركهم. بالنسبة للدجاج تقريبا خالص. الله، ريحة زيت الزيتون مع البصلات شي بشهي القلب. هلا بالنسبة للبهارات، انا راح استخدم هون انا عندي الكمون الناعم، الكركم، وشوية بهار احمر والملح. بالنسبة للبصل المتوفر بامكانكم تستخدموه، يعني مو شرط الابيض او الاحمر. انا هون خلطت الاثنين، بحب البصل الاحمر معه. هلا بخليها تقريبا شي 10 دقائق لتدبل وتصير عندي لونها شقرة البصلة. طبعا هلا بعد ما دبلت معي البصل منيح، بدي انزل البهارات اللي ذكرناها، الكركم والكمون، الملح، رشة بهار احمر طبعا حد منحرك. برد بشغل الغاز، انا طفيته شوي.
هلا تغير لونها للصفار، اللون الحلو. بالنسبة للدجاج أنا هون عندي الدجاج استوى، هلا كمان بدي أرفعه وأخليه كمان ياخذ طعمة البصل والبهارات ومع الزيت الزيتون. بخليه على الوش، بحط كمان كبجاية مي، كبجاية صغيرة. هلا بغطيه شوي شي 5 دقايق 10 دقايق تقريبا لياخد الدجاج نكهة البصل مع الزيت مع البهارات، ومنخليه شوي ليبرد. هلا بعد ما ريحنا العجينة مثل ما شايفين، هلا بدي اول شي احط على ايدي شوية زيت زيتون، طبعا اول شي برهن صدر او البلاستيكة اللي بدنا نحط عليها العجين، حط هون شوي على العجين. هلا لما بدي ابلش هلا التقريص، بدي اساوي قطعة كبيرة والباقي قطع عادية. هلا هيك خلصت معانا اخر وحدة، طلعوا معانا 6. اول وحدة خليناها كبيرة بدنا نفرشها ونكبر فيها القالب، بعدين بدنا هون نحط الطبقات. هلا بنيجي لطريقة التحضير. هلا بنجيب اي قالب معنا او اي صينية بندهنها بزيت الزيتون. عندي ورقة الزبدة على صينية تانية، بدي اشيل انا العجين، زيت زيتون. هلا بمد، طبعا بدي اياها كبيرة انا منشان هلا تغطي عندي كل العجين تقريبا. بجيب القالب بسم الله وبحطها بهذا الشكل. خليها كلها مثل بعض. هلا بجيب البصل، عندي مثل ما شايفين هون البصل، بدي افرد البصل. هلا بامكانكم انتو تنتفوا الدجاج بعد ما ينسلق، هي بترجع خطوة اختيارية. بحط انا معاه هون شوية دجاج، بعدين برد كمان بجيب العجين وبدي اغطي. هلا بعد ما جهزنا الثانية بننزل هاي الطبقة بهذا الشكل. هلا العجين بينزل ما في مشكلة، بنرد بنرفع احنا بهذا الشكل. هلا بنرد بنحط البصل وكل الاطباق بنعملهم كل العجين بهذا الشكل. بنجيب هلا قصدير وعلى الفرن حرارة بين 170 لل 180. هلا بدي اغطيها بالقصدير وافوتها على النص مدة ساعتين. هلا طلعناها من الفرن، صار لها شي 5 دقائق. الريحة يا جماعة شي بشهي، شايفين المنظر كلياتها متماسكة هون. الله 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 الله، بالفعل ريحة بتشهي. شايفين يا جماعة حلاوتها ببساطتها، مكمورة الأردنية، ريحة وطعم غير شكل. شي بشهي بالفعل رائع. العجين من قلبه مستوي ودايب دوب. العجين مع حبة البركة، السمسم، البهارات، الدجاج، البصل، روعة، توليفة رائعة.